بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دلوقتي يا جماعه الجوريزم للهايبرتنشن، الامريكان جايد لاينز، الجوريزم اوف هايبرتنشن ان بيبول ويز دايابيتس ميليتس، تريتمنت اوف هايبرتنشن ان بيبول ويز دايابيتس ميليتس. الفيديو اللي قبل ده على طول احنا قلنا الخلاصه، فمش هياخد مننا وقت كتير، فلازم تسمع الفيديو اللي قبل دوت قبل ما نخش في الالجوريزم عشان تبقى فاهم احنا بنقول ايه. اول حاجه لازم تعمل تقيس ضغط العيان، فالانيشال بلاد بريشر لو هو اقل من 160 على 100، اكتر من 140 على 90، بس ما يعديش ال 160 على 100، يعني من الاخر اقل من 160 على 100. فهذه الحاله هتستارت مع بوان ايجنت، بوان دراج من مجموعه الايس او الارب او الكالسيوم شانل بلوكر او الدايوريتكس. يعني ركز معايا، هتبدا بوان ايجنت. امتى تبدا بوان ايجنت؟ لو الضغط بتاع المريض بتاعك اقل من 160 على 100. طيب الوان ايجنت دوت هتحدده على اساس ايه؟ على اساس العيان معاه البومينوريا او معهوش البومينوريا. هتعرف ازاي ان العيان بتاعك مريض الضغط بتاعك عنده البومينوريا؟ هتعمله الالبومين كرياتينين ريشيو، طلع اكتر من 30 خلاص يس، يبقى هو معاه البومينوريا. يبقى لو العيان بتاعك هتدي له وان دراج على اساس ان الضغط بتاعه عالي بس اقل من 160 على 100، هذا الوان دراج لو مع العيان بتاعك فيه البومينوريا لازم وتحاول ان هو يكون ايس انهيبيتور او ارب، يعني تبدا معاه بايس او ارب، ما ينفعش الاثنين بيتاخدوا مع بعض، احنا قلنا اهو. طيب لو معهوش البومينوريا يبقى انت ممكن تبدا معاه باي دراج للضغط من الاربعه دول، ايس انهيبيتور او ارب او كالسيوم شانل بلوكر او دايوريتكس. طيب لو المريض بتاعك ماشي بوان دراج ومعاه البومينوريا، فبدات بايس او ارب ما تحسنش، ضيف له سكند دراج يعني ضيف له كالسيوم شانل بلوكر، ما تحسنش، ضيف له سيرد دراجز، ضيف له دايوريتكس، ما تحسنش بعد السيرد دراجز، هتضيف له في الاخر سبيرونولاكتون او الالتاكتون. طب لو العيان بتاعك اللي هو الهايبرتنسيف الدايابيتك اللي ماشي على وان دراج، اللي انت بادئ معاه بوان دراج عشان الضغط بتاعه اقل من 160 على 100، لو اتحسن وبقى كنترول ده على وان دراج سواء معاه البومينوريا او معهوش، انت بتتوقف عند هذا الحد وبتتابع. طب نخش في الجهه الثانيه، لو المريض بتاعك الهايبرتنسيف بيشنت بتاعك ضغطه اكتر من 160 على 100، فهذه الحاله هتبدا معاه بتو ايجنت، ما ينفعش تبدا معاه بوان ايجنت، تبدا معاه بتو دراج، تو انتي هايبرتنسيف دراج. طب التو دراجز دول هتحددهم على اي اساس؟ على اساس العيان ده معاه البومينوريا برضه ولا لا؟ لو معاه البومينوريا يبقى لازم واحد من التو دراج دول يبقى ايس او ارب، وتضيف له حاجه تانية بقى كالسيوم شانل او دايوريتك. طب لو معهوش البومينوريا يبقى انت في هذه الحاله ممكن تبدا تو دراجز ما يفهمش ايس او ارب او فيهم، مش هتفرق معانا بقى، ممكن ياخد كالسيوم شانل بلوكر مع دايوريتك، ايس مع كالسيوم شانل بلوكر، ارب مع كالسيوم شانل بلوكر، دايوريتكس مع ايس، اي حاجه تحب انت ايه تعمل له تبادل وتوفيق وتديله تو دراجز من الاربعه دول، ايس او ارب، كالسيوم شانل بلوكر او دايوريتكس. وما تنساش ان الايس ما ينفعش ياخده مع الارب، يعني ممنوع، كونترا انديكيتد. طيب لو البيشنت بتاعك اللي ماشي على دوايين عشان ضغطه اكتر من 160 على 100 وسواء معاه البومينوريا او معاهوش، اتحسن على التو دراجز، خير وبركه، يس خلصت، اف بيشنت از كنترول. ما تحسنش، ضيف له دواء تالت، حط له دواء تالت من نفس المجموعه دي، الايس او الارب مع كالسيوم شانل مع دايوريتكس. طب لو وصلت ان المريض بتاعك بيمشي على تلات ادويه للضغط من المجموعه دي ساعدتك، الاس او الارب وكالسيوم شانل والدايوريتكس، وما تحسنش، ضيف له سبيرونولاكتون او الالتاكتون. طيب خلصنا كده من الالجوريزم. خلي بالك الدايوريتكس اللي بنحب نستخدمها في الهايبرتنسيف بيشنت اللي هي السايزايد لايك دايوريتكس، اللي هي الهايبرتنسيف ويز دايابيتس، زي الكلوروساليدون والاندبامايد. الكالسيوم شانل بلوكر اللي بنحب نستخدمها في الهايبرتنسيف بيشنت اللي هي الداي هيدروبايريدين. هنقول الالجوريزم تاني، انت قاعد في عيادتك وعيان السكر بتاعك وصفت له دواء السكر، بعد كده هتبدا العيان هايبرتنسيف هتبدا توصف له دواء الضغط. عشان توصف له دواء الضغط لازم تعمل ميجرمنت للبلاد بريشر. والله لو عندك اتجاهين اهو، لو البلاد بريشر بتاع العيان بتاعك اقل من 160 على 100 يبقى انت هتبدا معاه العلاج بوان دراج، بوان ايجنت. وان ايجنت من ايه؟ واحد من اربعه، الاربعه اللي هم ايه؟ اس انهيبيتور، ارب، كالسيوم شانل بلوكر، دايوريتكس. هتبدا معاه بوان ايجنت. طب هتختار الوان ايجنت على اي اساس؟ هتختار واحد من الاربعه عشوائي ولا على اي اساس؟ على اساس وجود البومينوريا ولا لا. لو معاه البومينوريا لازم تبدا باس او ارب، معهوش البومينوريا ممكن تبدا بواحد من الاربعه. طب لو ماشي على وان دراج
والبيشنت از كنترول، ده خلاص بتكمل وتتابع. مش كنترول ده على وان دراج، بتضيف سكند دراج وثيرد دراج من الاربعه دول، بس الايس ما يتحطش مع الار. اتحسن على تلات ادويه خلصت، ما تحسنش هتضيف له سبيرونولاكتون. طيب لو الضغط بتاع المريض بتاعك في البدايه اكتر من 160 على 100، ضغطه عالي 170 على 100 110، مش هينفع تبدا معاه بمونو، هيبقى قليل عليه. تبدا معاه بتو دراج. التو دراج دول من اتنين من كام؟ اتنين من الاربعه دول، من الاس انهبيتور او الارب، كالسيوم شال بلوكر ودايوريتكس. طب الدوائين اللي هتختارهم هتحددوا نوعهم على اي اساس؟ على اساس وجود البومونوريا ولا لا. لو البيشنت معاه البومونوريا يبقى لازم تبدا باس او ارب، واحد من الاثنين اللي هتبدا بيهم، وحط معاهم كالسيوم شانل بلوكر او دايوريتكس. لو معهوش خلاص ابدا باي اثنين من الاس او الارب او كالسيوم شانل بلوكر او الدايوريتكس. انت باشق باثنين والعيان كنترول، ده خلصت تتابعه. ماشي باثنين والعيان مش كنترول، ده حط له دواء ثالث، حط له سيرد دراج من المجموعه اللي احنا قلنا عليها دي. ماشي على ثلاثه اس او ارب معاهم كالسيوم شانل بلوكر ودايوريتكس وما اتظبطش وما وصلتش للتارجت بتاعك، هتضيف السبيرونولاكتون. بس لازم تخلي بالك كمان تعمل مونيتورنج كويس للكرياتينين والبوتاسيوم طول ما انت بتدي الاس او الارب. العيان بتاعك حصل له سايد افكت من اي دواء من المجموعه، بدل على مجموعه تانية. يعني بتمشي كده مع العيان ايه، واحده واحده لغايه ما توصل للتارجت. كده انت انا يعني برتفع معاك بالمستوى الاكلينيكي بتاع حضرتك وبتاعي الحمد لله. ازاي بدأنا الاول؟ عيان مريض جاي لك العياده دايابيتك، بس هتعالجه ازاي سواء هو تايب 1 او تايب 2، وعملنا محاضرات للكلينيكال ابروتش. طب الموضوع بقى معقد شويه، دايابيتك ومعاه هايبرتنشن، قلنا اهوت في محاضرتين صغيرين ازاي تعالج الهايبرتنشن في دايابيتك بيشنت بالامريكان جايد لاينز. طيب هايبرتنشن ومعاه هايبر ليبيديميا، ومعاه دي هتبقى المحاضره الجايه يعني. بقى هتعالج ازاي الهايبر ليبيديميا او الهايبر كوليستيروليميا في عيان في مريض طيب في مريض دايابيتك وهايبرتنسيف. طب العيان هيحتاج ياخد اسبرين ولا لا؟ ستاتنز هياخد اسبرين ولا لا مع الستاتنز، وطريقه اعطاء الستاتنز دي هتبقى المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي بيستفيد من الفيديو يدعمنا قدر المستطاع يا جماعه، ولو الاعلان بيشتغل حضرتك شغل الاعلان ثواني، مش هتفرق معاك حاجه، دعما لينا واستمرارا للقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.